هلا والله يا وليد، شلونكم؟ شلون صحتكم؟ يوم جديد وفيديو جديد، لا تنسون اللايك والاشتراك بالقناة، ما مشترك يشترك وحطوا لنا لايك. ما بقى لنا شيء 15 كيا، خلنا نوصل. القفص ما كملته، شوفوا على حطه القفص، شوف هاي اللي طارت. واليوم والله هو حلو، بس ما اقدر هسه اطير، اقدر اروح للشغل للمحل. هذن الحمام، هم جبت لكم وجبه مال حمام جدد، واحد هديه، اثنين هديه، واثنين اشتريتهم. بس خلي اراويكم اول واحد وينه، وين رايح. هذا القفص العصر اكمله، مو هسه. وين راح هذا؟ هو هم مهلوس ورا الدش 100%. هذه يم الفحل مال التار، شوفوا هذه شوفوا هذه، يعني زين بعده مخلف. وخل اراويكم الجدد، هذا من الجدد ما ادري بينه لولا انا ما طالع عد بالتصوير. اول شيء هاي الماشيه، شوفوها هاي وحده، شوفها بالسطح. خلي اشكل لكم الثاني واجيكم وصل له. وهذا الماشي فحل، هذه بس هو هسه ما ادري شلون، لان النمس جايبه ولا ماي ولا اكل. هسه حطيت له ماي واكل زين، هسه وخلي اراويكم الثالث. وهذا الثالث شعله، وخلي اقول لكم لو خلي للعصر بنكلهن، اقول لكم راح ابيعهن، راح ابيع ثلاثه. اول وحده الهنداوي، ثالث وحده هاي ودرفلي هاي. وين راحت لاي الكعك؟ هاي درفلي، وثالث وحده هذا المقلم اللي اشتريته، هذا الزاج، هذا هم راح ابيعه. هذن ثلاثه راح ابيعهم. وهاي صحت لكم الحمام على السياج، وان شاء الله اليوم اكمل القفص. اليوم اكمل القفص باكر، هذا افردهم، خلي النثايه بواحد والفحله بواحد. هذا القفص شوفوها، مو من جوا كبير كلش. اليوم ان شاء الله افردهم، واليوم العصر اطير لكم اللوت، لان هسه مستعجل اريد اروح. والعصر من كون واريد ابيعهن اقول لكم وياهن. اول وحده هاي الهنداوية راح ابيعها، لان ذني ما يفيدن، بس علف اخليهن للطيران الحلوات الزينات. هذن اللي ياكلن بس هيك بس، لكن ما بدون فايده كلهم ابيعهن، لان ما يفيد انت تصعد ايش حد اقضى الجو. يلا يا ولد العصر ارد لكم. هاي رديت لكم العصر، ما شاء الله الحمام كله متبرج، باقي بس هاي والارفالي. هاي المريضة شوفوها، حراماتي الكعبة ما اشبيها، ما جاي تصحى، تعبتني. بلكت هاي تتبرج الارفلي، يا بتبرج لا تتعبني. يلا خلي ابرجها واطلع لكم اللوتة، خلي طير لكم شوية. يلا طب طب طب، هو راح اطب بدون ما اقطع. يلا اقطع اطير لكم اللوت وارجع لكم. وهاي طيرت لكم اللوت، شوفوا ما شاء الله. بس هذا يا الله، هذا فلت من القفص، هذا تار فلت من القفص، اظل اطير وياهن. شوفون مشكلة تغوش.
هذا الارقام جاي يسوي. هاي الشمعية الصيد شوفوها ما شاء الله، خرب يوم وقلب الدنيا. وهاي النتيلة الصيدهن، وهاي الشمعية الصيد شوفوهن طيور خبلن. يلا الحمد لله والشكر ما صيد. والثنيناتهن حفاي ماكو يعني برجليه لا ارقام ولا شي، بس خوش طيور كلش خوش طيور. شوفوهن يلا تونسوا. هو اليوم شوفوا الهواء كلش عالي، هو اكفاتنا بالهواء وليوتين. هاي حطت خل اطيرها، بس القفص بعدني مو هسه كملت، خلي يجي اخوي. شي يطير شوفوها. هاي شمعي شمعي قلب الجو. هذا حاط فلت من القفص، يلا عيفن بحد انه زين حاط هو، بس كون ما يطير وينزلهن. هاي شمعية واقفة بالهواء ضبط، بس فهو مو كلش كلش عالي، وسط. يلا اقطع خلي ينزلن وارد لكم. وهذا النزلن وبقى بس الشمعي، لا يا شمعي الارقم والشمعي الارقم الجديد مالي المقلم قلمين، مو مالي مال اخوي. هاي شوفوه هو البقى، هاي شمعي يعني هذني خوف الطير مو يجر روس، لا هذني يجرن جنحين يعني كلش حلوات، خاصة هاي الشمعية كلش حلوة. خليني اطلع عندنا الطيور. يلا كش 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 نطلعهن شوية. نطلع الجدد جدد قضانها بس بالقفص من الصبح بيوم طلعت اللسل. هاي الشمعية شوفوها اجت. عم بيها رفت هواي والله زين طلع قبا. خلينا نسلن شوي. طلع من الصبح طيرت شو اسمه ذني طيرت التور والحبش كذا، طيرت من العصر الصبح قصدي، وهسه العصر طيرت اللوتو. اللوتان طيرت الصبح بس طيرته شوي. انا خايف على الشمعية لا تروح لان ما ثابتة علي، هي مو ما ثابتة ما ثابتة بس مو كل هاي. تجي هاي جتي خد حط. خل انزلها وارد لكم، خل اكمله وارجع لكم وانظفه، بس خل اعلف الحمام. هاي خل اعشيهن على مود هذني الجدد، شوف بعدهن شلون الغرب وما متعلمون. خل ادنيهن كل على مود هذا، انا هذا شوفوا خل ياكل. يلا خلي عشين واكمل القفص وارجع لكم.
طبعا يا ولد رديت وياكم وانا كملت، بقت عدي اخر وحده هاي هنا، تجي وحده ويبقى ناقص شويه هنا، اكمل يبقى ناقص شويه، وهنا وحده راح اخليه هنا هيجي انا اسويها، وباكر راح اجيب نايلون وادق ان لان هاي الفتحات كلها اضيعها، حواس الحمام اريد طوب اريد يتبرد شوفه كله راح، وسمعتوا جاي يقرا قران، فان شاء الله هذا الفيديو ما راح اكمل ايش اسمه القفص، اكمل انا مو ما اكمل يعني اكمل بس السقف، وباكر ادق نايلون وان شاء الله قسمه بالنص، راح اقسمه انه بالنص باكر يعني باكر الفيديو، شوف اللوت من هسه طب الفيديو مال باكر ان شاء الله كامل. يلا لهنا وصلنا وياكم نهايه الفيديو، لا تنسون الاشتراك بالقناه، ما مشترك لحد هسه اشترك، ما بقى لنا الشيخ 15 كي كنا الفيديو نوصل 15 كي مشترك، وحطوا لنا لايك، اشوفكم فيديو ثاني.